يا دولة خنازير عربية، ولا واحد شاف نبي محمد رسول الله، لا واحد شاف نبي محمد رسول الله، ولا واحد شاف عيسى بن المسيح. هاي أفلام مال يوسف صديق، مال نبي محمد رسالة، مال موسى، هاي كلها الغرب سواها، وكل اللي سواها الأفلام على مود فلوس سواها، على مود بزنس مالتهم سواها. لا قرآن ولا بايبل ولا توراة ولا إنجيل، هذا ما أجى من السماوات. لو كان من السماوات والأرض أجى، ليش الله كتب على الجبل على مود موسى بالنار؟ كان يقول يا موسى هذا قرآن، هذا بايبل، هذا توراة، هذا إنجيل. يا أهل شفاقي ونفاقي يا عرب، ليش إسلام يقتل الإسلام؟ هذا المقبرة مال خنقين، في يهودي، في مسيحي، في كردي، في عربي، في سني، في شيعي. ولا يوم بالخانقين ما قالوا هذا السني، هذا الشيعي، هذا يهودي، هذا مسيحي، هذا كاكي، هذا يزيدي، ولا يوم قالوا. بس أهل الشفاق والنفاق، شوف الله غضب، ما الله شو يسوي بكم؟ سوون إيران، خلون إيران يقصف قصف أكراد، الله سوى بكم البصرة. يا أهل الشفاق والنفاق، العراق جزء من أمريكا، خصبا ما عليكم. أمريكا أخذها من السيستاني بقدرة 200 مليون دولار، كان ورقة ضايعة. السيستاني قال أو يأخذون ينزلون صدام حسين أو ما ينزلون، أخذوا 200 مليون. 50% من النفط من العراق يجي لأمريكا ببلاش، ومال الكويت نفس الحالة، و50% يدفعون. هذا خصبا ما عليكم يا أهل شفاق ونفاق. ومن بصرة إلى الزاخو النفط واردات كل للشعب، لا للحكومة ولا شيء. بس إحنا ما بعنا حمرين. سيستاني كلب باع العراق بكل 200 مليون الأمريكان. يا أهل شفاق ونفاق يا شيعة، علوية وموسوية وهابية وسنية أرهابية أرهابية. ليش إسلام يبتل الإسلام؟ 1400 سنة لحد الآن إسلام يبتل الإسلام، إسلام يبتل الإسلام. منو قتل الإمام حسين؟ يهودي، مسيحي، يزيدي، كردي، واحد خسيس من أهل الكوفة عربي شيعي. يا أهل الشفاق والنفاق يا عرب. بعدين الإمام حسين، إمام عباس مالتكم، أم البنين مالتكم اللي جاء من السعودية، وأم أمه كانوا وهابية. لا فرق بين السني ولا الشيعة. هذا مثل من خنقين، أربعة وصلات كلسان تل أبيب إسرائيل، دولة أوروبية، USA. طالب بسبب الله، أما بسبب الله. ولي بي جوكوب الناشين ويكاب، ولي بي جوكوب الناشين ويكاب. Before you go to hell, Joe Covid-19, wake up. Before you go to hell.